سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مرة أخرى. مرة أخرى يأتي الرد ويأتي القصف عنيفا مركزا من قلب الجزائر، وهذه المرة على يد صديق سي محمد أوزين الوزير السابق ونائب رئيس مجلس النواب، الذي رد بعنف وبقوة ولكن بمنتهى الأدب وبمنتهى الرقي على الزلة الأخرى التي يرتكبها النظام الجزائري، وهو يستدعي ممثلة برلمان الأنديز أو البرلمان الأنديني من أجل التطاول مرة أخرى على المغرب وعلى الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فيأتي الرد رائعا راقيا كافيا شافيا مدمرا لنظام الكبرانات الذي يصر دائما على أن يرتكب نفس الأخطاء وأن يستدعي من لا حق لهم ولا لا حق لهم في الكلام. في المرة السابقة استدعى من يعتبر نفسه حفيد مونديلا وأخذ نصيبه من أموال النفط والغاز، وهذه المرة استدعى ممثلة مؤتمر البرلمان الأنديني للحضور إلى اتحاد البرلمانات العالم الإسلامي، الذي كما قال السيد الرئيس سي محمد أوزين في مداخلته التي ستسمعها الآن، التي لا علاقة لها بهذا التجمع الإسلامي، لا هي من المسلمين ولا هي من العرب ولا هي من الأفارقة ولا هي من الآسيويين، من هناك من أقصى القارة الأمريكية جاءت لكي تأخذ من أموال البترول الجزائري ومن أموال الغاز الجزائري، الغاز الذي الآن الجزائريون يقفون في طابور طويل أو طوابير طويلة من أجل الغاز. الآن ومرة أخرى يأتي السي محمد أوزين الوزير السابق ونائب رئيس مجلس النواب ليقصف بعنف وبأدب وبرقي. استمتعوا، اسمعوا واستمتعوا. سلام الله عليكم. أجد نفسي مضطرا إلى تصحيح بعض المفاهيم، لكن قبل ذلك نود التعبير عن امتعاضنا الشديد كوفد مغربي عن برلمان المملكة المغربية بغرفتيه، واحتجاجنا الأشد لدى السيد الأمين العام للاتحاد عقب كلام صادر عن سيدة البرلمان الأنديني يمس بالوحدة الترابية لبلد عضو ومؤسس للاتحاد وأثناء فعاليات وأشغال الاتحاد. والسيدة ليست عضوة في الاتحاد، مجرد ضيفة، ولا تربطها أي علاقة بالتعاون الإسلامي، وهو ما نعتبره السيد الأمين العام المحترم خرقا سافرا لأهداف الاتحاد والتقيد بميثاقه، وزيغا عن فلسفة تنشئته ومراميه، وهدرا لحقوق الدول الأعضاء داخل الاتحاد، ومسا بكرامتهم، وخدشا لحيائهم، وحطا من وقار وهيبة فضاء الدول الإسلامية من خلال السماح لأفراد لا علاقة لهم لا بالعروبة ولا بالإسلام، فقط لهم علاقة وطيدة بزرع البلبلة وتسميم الأجواء الأخوية بين الأشقاء بالتدخل في شؤون داخلية بين أبناء الوطن الواحد. ونهيب بالسيد الأمين العام بالسهر على عدم تكرار هذا السلوك والعمل على سحبه من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي. فالمغرب كما الجزائر الشقيقة عانى من نير الاستعمار ونير الإمبريالية، وكان كفاحهما مشترك من أجل الحرية، وحصل المغرب على استقلاله منذ منتصف الخمسينيات، ومنذ ذلك الحين وهو ورث للبناء واستكمال لوحدته الترابية. لذلك وجب التمييز لمن اختلطت عليه المفاهيم بين المستعمر المعمر الطامع في الأرض والمجزئ لها، وصاحب الأرض الذي يسعى للذود عنها والحفاظ على إرث الأجداد من خلالها. ولإخواني في الجزائر الشقيقة أقول، هل كان لابد للسماح بتعكير هذا الجو الأخوي لبلد جار وأخ شقيق يحل ضيفا بين إخوانه وأخواته بعد حفاوة اللقاء وحرارة العناق وكرم الضيافة؟
لا أعتقد أخوتي أن ذلك كان ضروريا، وسأستعير تعبير للسيد النائب المحترم يوسف الرحمنية عن المجلس الشعبي الوطني لما قال خلال اجتماع للجنة السياسية عقب حديث بين الأشقاء: هنيونا، وهو تعبير دارج في المغرب أيضا، وأنا بدوري وسيرا على قول السيد النائب المحترم أقول لكم رجاء ثم رجاء باسم العروبة والأخوة والأمازيغية والإسلام: هنيونا. وسأختم برائعة الراحل الجزائري بحمان الحراشي رائد الفن الشعبي العاصمي، وهو يقول: سعفني ونسعفك، قدرني ونقدرك، عهدني ونعهدك، ما تسبقني العار، الله يخلينا حباب طول الدهر واليام، والله ينجينا من العيوب والجار حبيب الجار. كل متمنياتي بالنجاح لأشغالي المؤتمر. شكرا.